إغلاق جديد في فرنسا أيضا في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة. صدقت الجمعية الوطنية على القرارات والإجراءات الصحية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال خطاب متلفز أمس، وتهدف هذه القيود الصارمة على مستوى البلاد خلال الأسابيع المقبلة إلى الحد في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك مع اعتراف ماكرون بارتكاب أخطاء في كل مرحلة من مراحل التعامل مع الوباء في فرنسا. 30 مليون شخص في فرنسا تابعوا الكلمة التي وجهها الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص الإجراءات الجديدة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا. لور وزوجها ونجلاها من بين هؤلاء تابعوا الخطاب ولم يتفاجأوا بقرار الرئيس إغلاق المدارس لمدة 3 أسابيع والتحول ثانية للدراسة عن بعد، بل اعتبروه قرارا متأخرا جدا. لقد تحضرنا نفسيا من أجل إغلاق المدارس، سيكون الأمر صعبا علينا لكن الضرورة الصحية تفرض ذلك. ماكرون أعلن أيضا أن كافة الأراضي الفرنسية ستكون تحت إجراءات صحية مشددة لمدة 4 أسابيع، ويشمل ذلك حظر تجوال ليلي ومنع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في حالات استثنائية قاهرة، وإغلاق المتاجر غير الضرورية، كما شجع المواطنين على العمل من منازلهم. إجراءات يعتبرها الرئيس ضرورية، وإلا فقدت البلاد السيطرة على الوضع. الكثير من الأخطاء والكثير من القرارات الفوضوية، هذا أمر لا نقاش فيه. أنا طالب، أجد صعوبة في متابعة الدروس عن بعد ولا أجد شركة لأتدرب فيها. الأمر بات لا يطاق بسبب قرارات الحكومة المتخبطة. التحدي الآخر لسياسة ماكرون الصحية يتمثل في حملة التلقيح التي تعاني بطئا شديدا، لذلك فاعتبارا من منتصف أبريل نيسان سيكون بمقدور من هم فوق 60 سنة الحصول على اللقاح، كونه الحل الوحيد بحسب ماكرون لعودة الحياة كما كانت في السابق. رغم اعتراف الرئيس الفرنسي بارتكاب أخطاء في إدارة الجائحة، إلا أن البرلمان صادق بأغلبيته على قرارات الرئيس الأخيرة رغم رفض المعارضة لها، والتي تغيبت عن حضور الجلسة في إشارة إلى عدم الرضا عن سياسات الحكومة الصحية. محمد حجي العربي، باريس. قتل 3 رجال أمن